السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام ضمن سلسلة متابعاتنا الإخبارية المستمرة بشأن العدوان على غزة. ونناقش فيها اليوم الدمار الذي لحق بالمناطق التي انسحب منها جيش الاحتلال شمال غزة وسط الكشف عن وجود مجازر جماعية وجثث تحت الأنقاض، في وقت لا تزال تتوالى فيه التصريحات بشأن فرص التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين ووقف القتال. فاصل مشاهدينا ثم نعود إليكم. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في هذه التغطية المستمرة لآخر الأحداث التي تجري في قطاع غزة وهذا العدوان الإسرائيلي عليها. ينضم إلينا في هذه التغطية من بيروت عبر الهاتف الأمين العام لمؤسسة القدس الدولية دكتور ياسين حمود. حياكم الله دكتور ياسين. أهلا وسهلا بكم. أهلا بك دكتور ياسين. برأيك يعني هذا الدمار الكبير الذي خلفه جيش الاحتلال والذي يعني تكشف بعد انسحابه من بعض المناطق، هل كانت الغاية منه القضاء على حركة حماس أم ماذا بالضبط؟ هل كانت نشر الدمار فحسب أم ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللمشاهدين الكرام. الاحتلال الصهيوني عندما وضع مجموعة من الأهداف كان واحد منها القضاء على حركة المقاومة الإسلامية حماس والقضاء على قدراتها وأيضا استرداد الأسرى الموجودين لدى قوى المقاومة، لكن كان هناك هدف كبير لهذا الاحتلال لم يكن يعبر عنه، إنما خرج من خلال بعض وزراء حكومة الاحتلال مثل بن غفير وسموتريتش وغيرهم، وهو تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة. الآن عندما يقوم هذا الاحتلال بتدمير المباني، بتدمير المستشفيات، بتدمير المدارس وقصف المدارس وقصف المباني وعبر الأحزمة النارية وعبر الأسلحة يعني المحرمة دوليا، كما ذكر أن ما رمي على غزة من قذائف كان يساوي أكثر من قذيفة من قنبلة نووية التي ألقيت على هيروشيما أو ناكاغازاكي، ليس المقصود منها تماما القضاء على المقاومة، لأن الاحتلال الإسرائيلي إلى الآن لم يحقق أي إنجاز باتجاه المقاومة، وإنما كان إنجازه الوحيد هو التدمير وقتل المدنيين اللي جلهم من النساء والأطفال. طيب. إذن هذا التدمير، هدفه الضغط على البيئة الحاضنة للمقاومة ومحاولة تهجير الشعب الفلسطيني عندما لا يجد هذا الشعب ما يعود إلى بيوته، لا يجد بيتا يؤويه، فيضغط عليه للهجرة خارج فلسطين. وهناك بعض الدول من ترحب بقدوم هؤلاء الغزيين، لكن بالمقابل رأينا الغزيون يعودون إلى شمال قطاع غزة رغم الضغط عليهم ورغم المجاعة التي يتعرضون لها ورغم القصف، هم متجذرون في أرضهم. ولذلك لو ادعى الاحتلال أن هذا الضغط هو على المقاومة، الشعب الفلسطيني لن يكرر نكبته مرتين، فهو ثابت في أرضه متجذر مهما فعل هذا الاحتلال. طيب دكتور ياسين، نعم دكتور ياسين، يعني بالنسبة لهذه الأهداف المعلنة من قبل جيش الاحتلال لم يفلح في تحقيقها، سواء القضاء على حركة حماس أو حتى على أو إطلاق سراح المحتجزين. وأتوجه بالسؤال هنا للدكتور ماجد الزبيدي الذي ينضم إلينا عبر خدمة زوم من عمان، وهو المستشار السابق في الأمم المتحدة. يعني ما الذي يجعل هذا الاحتلال مرتاحا في إطلاق تصريحاته وفي يعني متابعة والاستمرار في عدوانه رغم وجود قرارات احترازية من قبل الأمم المتحدة تستوجب
على هذا الاحتلال، وقف عدوانه ووقف ارتكابه لمجازر الإبادة الجماعية؟ الواقع ثلاث عوامل وراء استهتار هذا العدو الفاشي النازي بغروره وتدميره للبنية التحتية العمرانية المادية والإنسانية في قطاع غزة. أول هذه العناصر هو القوة العسكرية، الترسانة العسكرية الضخمة وخاصة سلاح الجو الرهيب. الأمر الثاني هو ضمانه للتأييد السياسي والعسكري والمالي الأمريكي والأوروبي الغربي الفاعل. والثالث هو صمت وللأسف الشديد بعد الدول العربية والإسلامية 57 عن ما يجري في قطاع غزة. ولكن يعني هذه الأمم، يعني هذه الدول الداعمة لهذا الكيان، ألا يوجد لديها مسؤوليات، خاصة كما ذكرنا أن المجتمع الدولي لربما بدأ أكثر فاعلية وأكثر استجابة للقضية الفلسطينية بما يخص محكمة العدل الدولية وقراراتها الأخيرة؟ ما الذي يعني تعول عليه هذه الدول في دعمها لهذا الكيان، في دعمها المستمر لهذا الكيان؟ الدعم المستمر لهذا الكيان من قبل هذه الدول، أن هذا الكيان هو قابع في قلب الوطن العربي الذي هو أهم منطقة استراتيجية في الثروات المعدنية وفي عقدة المواصلات العالمية والمنطقة الجغرافية والموانئ العالمية، وبالتالي هذه المنطقة هي مطمع تاريخي، وما يزال هذا المطمع للولايات المتحدة وأوروبا الغربية. ولكن التغييرات الطفيفة في هذه المواقف للدول الأوروبية بعد القرارات الاحترازية لمحكمة العدل الدولية جاء متأخرا، ولكن الآن بعد أن بات في علم المؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية في طريقها لأن تخسر موقعها وتخسر المشرق العربي في ضوء ما حدث مؤخرا في البحر الأحمر وفي قاعدة التنف، الآن تراهم مجبرين على أن يضغطوا على ربيبتهم المدللة إسرائيل. وبالتالي نحن ننتظر خلال أيام إن شاء الله وقف هذه الحرب تدريجيا، والبدء إن شاء الله بتبادل الأسرى قريبا جدا، لأن العدو فشل مهما أعطي من مهل زمنية فإنه لم يستطع أن يحقق ما تريده القوى الاستعمارية. طيب، في ذات السياق انتقل بالسؤال هنا للمحامي والباحث السياسي الأستاذ طارق حاج بكري الذي ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول. يعني أستاذ طارق، أهلا بك. بداية، وزير مالية الاحتلال سموتريتش يقول إن إدخال مساعدات إلى قطاع غزة يتناقض مع أهداف الحرب. ما الذي يجعل الوزير الصهيوني مرتاحا بإطلاق مثل هذه التصريحات رغم وجود دعوى قضائية ضد كيانه في محكمة العدل الدولية برأيك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والنصر السلام لكل الأحرار في العالم وخاصة الثورة السورية ونصرة شعبنا العربي الفلسطيني. أستاذ طارق، يبدو أننا فقدنا الاتصال. أستاذ طارق، هل تسمعني؟ طيب، ريثما يجهز الاتصال مع الأستاذ طارق، أعود للدكتور ياسين حمود. إذن أعود للأستاذ ياسين حمود، الدكتور ياسين. طيب، إذن الدكتور ماجد معنا بجميع الأحوال. أستاذ ماجد، يعني وكالة كوكالة الأونروا غوث وتشغيل اللاجئين، ما هي الخطورة الكبيرة اللامعقولة التي تشكلها على كيان الاحتلال حتى يطالب بإيقاف الدعم عنها وينجح في ذلك؟ الخطورة التي تشكلها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا التي أسست عام 1951 وباشرت أعمالها نتيجة لطرد 700 ألف فلسطيني من ديارهم في فلسطين التاريخية، هم الآن 11 مليون مواطن ومواطنة في العالم في القارات الست. هذه الوكالة هي بعد الله سبحانه وتعالى من انتشلت الفلسطينيين من الضياع ومن الجهل ومن الحرمان ومن الجوع ومن الموت
انتشرتهم من خلال المراكز الصحية والتعليمية والمنازل والخيام والبراكيات وما تزال تعطف عليهم في الإغاثة والتعليم. وكالة الغوث لها في قطاع غزة 140 مستوصف أو عيادة صحية، ولها 114 مدرسة ابتدائية ومتوسطة وثانوية، ولها معاهد فنية مهنية كان لها الدور الكبير في وجود مواطنين فلسطينيين مؤهلين مهنيا ساهموا في إثراء عائلاتهم من خلال العمل المبكر في دول الخليج العربي. وبالتالي فإن خطر الوكالة على الكيان الصهيوني خطر ماحق أكثر من خطر الجيوش العربية والإسلامية، والدليل أن الوكالة هي الشاهد الحي الوحيد العالمي الشرعي الذي هو شاهد على بقاء مشكلة اللاجئين العرب الفلسطينيين، واستنادا إلى قرار 194 عن مجلس الأمن الدولي بعودة اللاجئين وتعويضهم بعودتهم إلى ديارهم في فلسطين المحتلة عام 48. وبالتالي الوكالة تشكل خطر وجودي على الكيان الصهيوني، ونحن من خلال قناتكم الكريمة هذه قبل أكثر من عام، قبل أكثر من 4 سنوات تحدثنا عندما خضع ترامب لنتنياهو وللليكود، عندما أوقف التمويل الأمريكي عن الوكالة، وهي علما أن الولايات المتحدة هي أكبر داعم في ميزانية وكالة الغوث الدولية. ولكن هل يعقل دكتور ماجد أن يكون مستقبل الفلسطينيين وحقهم بالعودة وحقوقهم بشكل عام مرتبطة فقط بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين، بحيث عندما يتوقف دعم هذه الوكالة لربما تدفن قضيتهم؟ نعم، للأسف الشديد 70% من المواطنين في قطاع غزة يعتمدون في حاجاتهم الغذائية اليومية على وكالة الغوث، لأن 70% من أهل قطاع غزة هم من اللاجئين من ديارهم عام 48. وبالتالي فإن غياب العدالة في توزيع الثروة العربية والإسلامية للأسف الشديد، وعدم وجود حرص حقيقي من الدول العربية الثرية اتجاه أشقائهم العرب الفلسطينيين الذين خدموا هذه البلاد إبان استعمارها وقبل أن تستقل، للأسف الشديد إن مصروف قطاع غزة على سبيل المثال هو مصروف نصف محافظة مصرية. للأسف الشديد هذا للأسف نتيجة غياب التكافل العربي الرسمي للأسف الشديد مع أشقائه. طيب أنتقل بسؤال هنا للدكتور ياسين حمود ضيفي عبر الهاتف من بيروت. دكتور ياسين، يعني هل يعقل أن تدفن القضية الفلسطينية وحق اللاجئين بالعودة مع إقفال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، أو ليس إقفالها وإنما إيقاف تمويلها؟ دكتور ياسين، هي شاهد على مأساة اللاجئين وعلى نكبة فلسطين، لكن قضية فلسطين ليس مرتبطة فقط بالأونروا، قضية فلسطين لن تنتهي إلا بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم، إلى فلسطين، إلى كل أرضهم. الدول الغربية التي للأسف الشديد هي التي تمول الأونروا، هذا التمويل يعني برضو الأمم المتحدة اللي أوجدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لم تجعل لهذه الوكالة ميزانية ضمن ميزانية الأمم المتحدة، وإنما هي يعني تبرعات طوعية من هذه الدول. وهذه التبرعات عندما الدول الغربية وأمريكا تقطع هذه المساعدات هي للضغط على الشعب الفلسطيني، لكن أنا أقول لك سواء الشعب الفلسطيني وجدت وكالة الأروة أو لم توجد، رغم الحاجة الكبيرة لها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، لأن وكالة الأونروا لا تغطي فقط أهل قطاع غزة كما ذكر ضيفك الكريم من الأردن، وإنما أماكن عملها هي 5 مناطق، هي غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا وسوريا ولبنان. ولذلك وهي تعنى بعدة أشياء، منها التعليم والصحة والإغاثة والطوارئ ومجموعة مشاريع،
ولذلك صحيح أن الشعب الفلسطيني بحاجة ماسة إلى وكالة غوث وتدبير اللاجئين الفلسطينيين، لكن الضغط على الوكالة لن سيكون هناك ضغط على الشعب الفلسطيني، لكنه لن ينهي قضية الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية لن تنتهي إلا بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم وإلى وطنهم، لكن بالتأكيد سيكون هناك معاناة كبيرة لدى قطاع كبير من الشعب الفلسطيني، سواء كان من الناحية الصحية أو الناحية التعليمية أو غيرها من هذه الأمور. لكن كما أعود وأكرر أن قضية فلسطين لن تحل إلا بعودة الفلسطينيين إلى أرضهم. نعم. طيب أنتقل بالسؤال هنا للأستاذ طارق حاج بكري ضيفنا عبر سكايب من اسطنبول. أستاذ طارق، يعني الأونروا صرحت بأنها قد تضطر لإيقاف عملياتها بحلول نهاية شباط الحالي إذا ظل التمويل معلقا، والصحة العالمية أيضا أكدت أن تعليق عمل الأونروا سيؤدي لحدوث عواقب كارثية ويجب إعادة النظر بالقرار. برأيك ما خطورة تعليق عمل وكالة الأونروا، خاصة كما ذكر يعني الدكتور ياسين أن يعني هذه الوكالة عملها لا يقتصر على غزة فحسب، وإنما غزة، الضفة الغربية، لبنان، الأردن، سوريا، كل المناطق التي يتواجد بها الفلسطينيون؟ كما نرى وكما نشاهد عبر محضات التلفزي وعبر الأنباء التي تصل فإن هناك عملية إبادة جماعية كاملة في غزة وتدمير البنية التحتية بالكامل. هذا يعني أن هناك عملية ومحاولة للقضاء على أسباب تواجد الإنسان في هذه المنطقة، ومع العلم كما قال ضيفك الكريم لأن معظم المتواجدين في هذه المنطقة هم نازحون من الأراضي الفلسطينية المحتلة. المجتمع الدولي والدول التي امتنعت عن أو أوقفت مساعدتها للأونروا هي تشارك في الجريمة. الجريمة ليس لا يكفي الجريمة، يمكن أن تكون بفعل ويمكن أن تكون بالامتناع عن فعل. فالدول هذه الدول التي تعهدت منذ عشرات السنين بمساعدة الفلسطينيين للإبقاء على وضعهم بتشردهم، طبعا كان استخدام أموال الأونروا سابقا يتهدف إلى عدم مطالبة الفلسطينيين بالعودة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر تسميتهم في سوريا ولبنان والأردن وتقديم هذه المساعدات، يعني مساعدتهم على البقاء في الدول التي هم متواجدون بها وعدم مطالبتهم بالعودة إلى فلسطين. أنا أي إنها كانت تستخدم بالوجه السلبي. أما الآن الأونروا تقدم مساعدات في غزة، وهذه المساعدات تساعد على بقاء المواطن العربي الفلسطيني على الحياة، على قيد الحياة، على الأقل على أرضه، رغم أن منازله قد تدمرت ومساجده قد تدمرت ومرفقاته الحيوية قد تدمرت. فبالتالي انتماء هؤلاء هذه الدول ومشاركة في الجريمة التي يقوم بها الكيان الصهيوني على شعبنا في أرض غزة، الشعب العربي الفلسطيني المتواجد على أرض غزة، وقد تؤدي هذه المساعدات إلى تفاقم الضرر على أهالينا، سواء كان من الناحية الغذائية أو من الناحية الطبية أو حتى المساعدات الاجتماعية للحاجات الضرورية التي يحتاجها الشعب العربي الفلسطيني المتواجد في غزة، لكنها لن تكون لها التأثير الحيوي القاتل، لأن الشعب العربي الفلسطيني وخصوصا المتواجدون في منطقة غزة نعرف عنهم إصرارهم على البقاء والحياة والصمود في وجه هذا الكيان الصهيوني الغاصب مهما كانت الظروف، رغم أن الحصار ممارس عليهم ليس فقط من قبل الكيان الصهيوني وإنما من الدول العربية التي تمتنع عن تقديم المساعدة لهم. وبالتالي هناك مؤامرة، نوع من المؤامرة، نوع من الإجماع على تجميع هذه المجموعة من البشر وإجبارهم على الخروج من هذه البقعة الجغرافية الصغيرة التي استوعبت ما يزيد عن طاقتها بأبعد. طيب دكتور ماجد، إلى أي مدى تتحمل فعليا أمريكا مسؤولية ما يجري إن كان في استمرار هذا العدوان الصهيوني على قطاع غزة وعلى الفلسطينيين، إن كان في تعليق عمل المنظمات الأممية وكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين الأونروا، إن كان في تعطيل مجلس الأمن عن طريق استخدام حق النقض الفيتو
وأيضا في محكمة العدل الدولية وغيرها من الأمور؟ يعني ما خطورة انتقال الولايات المتحدة من وسيط سلام إلى طرف في هذا العدوان؟ واضح جدا الواقع. يعني قبل أن أجيب على ذلك بعجالة أقول أن غزة هي المقر الرئيسي لوكالة الغوث الدولية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين الموجودين في الدول العربية المضيفة للاجئين، والمتحدث إليك أحد أبناء هذه المخيمات، وهو له يعني الوكالة لها فضل كبير عليه في العيش وفي التعليم. بداية أين يوجد مخيم فلسطيني لاجئ معترف به؟ هناك وكالة غوث من لبنان إلى سوريا إلى الضفة الغربية إلى قطاع غزة إلى الأردن. الواقع أن الولايات المتحدة الأمريكية في الواقع هي القوة الأعظم في العالم، وهي أكثر دولة في العالم تقدم مساعدات مالية ومهنية لمختلف دول العالم. وهناك دول لا يمكن أن تعيش أو تدفع رواتب موظفيها إن لم تتلقى المساعدة السنوية الأمريكية. هذا واقع يجب أن نعترف به. الولايات المتحدة الأمريكية هي لم تقطع نهائياً مساندتها المالية الأضخم في ميزانية الوكالة قطعاً نهائياً. هي علقت مؤقتاً المنحة الإضافية، والواقع أن المنحة الإضافية هذه كانت موجهة لمخيمات اللاجئين في الأردن. الواقع أن ادعاءات السلطة القائمة بالاحتلال العدو الإسرائيلي بأن 12 موظفاً من موظفي وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين في غزة من المواطنين الفلسطينيين قد شاركوا في عملية طوفان الأقصى، بعضهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وهذه التهمة لم يبت بها ولم يتم التحقق منها كما قال الأمين العام للأمم المتحدة ومساعده أو مساعديه. هذا من جهة. من جهة ثانية هو نوع من الضغط الأولي على المقاومة الباسلة في قطاع غزة من خلال التأثير على الجماهير الحاضنة لهذه المقاومة الباسلة. وبالتالي فنحن ليس هناك قطع نهائي إطلاقاً، إنما هو نوع من الحرب النفسية على الوكالة. والآن عودة الولايات المتحدة الأمريكية بقوة ضاغطة على ربيبتها العدو الإسرائيلي لوقف هذه الحرب، بعد أن باتت الولايات المتحدة على أن تخسر الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أقل من عام قادم، هي الآن تدعو بقوة ضاغطة لإنهاء الصراع في غزة. وقريبا سنرى لفظ وإغلاق ملف الصهيونية الدينية الحاكمة مع حكومة نتنياهو. على سبيل المثال بن غفير وسموتريتس سوف يذهبون إلى قعر التاريخ لينهلوا منه أساطيرهم، وبالتالي ستكون هناك حكومة وحدة وطنية مؤقتة تصادق على هذه الاتفاقية القادمة خلال أيام أو أسبوعين على أبعد تقدير. هذا هو مجمل الكلام. الولايات المتحدة الأمريكية تلعب في العالم، كانت وما تزال وستبقى. نعم دكتور ياسين، يعني كيف تقرأ هذه الانسحابات الواسعة لجيش الاحتلال من شمال قطاع غزة ومن بعض المناطق أيضا، في أي سياق تضعها؟ لا شك أن المقاومة الباسلة في قطاع غزة الضاغطة على الاحتلال الصهيوني في كل قطاع غزة في الشمال وفي الوسط وفي جنوب قطاع غزة، ما يتكبده الاحتلال الصهيوني من خسائر بشرية ومادية وبالعتاد والدبابات والجرافات وناقلات الجند هو السبب الحقيقي لهذه الانسحابات. الكيان الصهيوني فقد آلاف من جنوده، هو يعترف بحوالي 500 ونيب، لكن الحقيقة أن أعداد القتلى من الجنود الإسرائيليين يعني ضعف هذا أو أكثر من ضعف هذا العدد، عدد الجرحى بشكل كبير جدا. شاهدنا منذ أيام عدد من الألوية تسحب نتيجة خسرانها ل 30-40% من عدد جنودها. كل هذا يشكل ضغط على الاحتلال الصهيوني، وفي ظل عدم تحقيق الاحتلال الصهيوني لأي إنجاز عسكري في قطاع غزة، ينبئنا أن هذا أن هذه الانسحابات هي نتيجة ضغط المقاومة ونتيجة الخسائر التي يتكبدها الاحتلال الصهيوني.
خاصة لا ننسى أن عدد الجنود الذين استدعوا من الاحتياط أكثر من 300 ألف جندي، هؤلاء يشكلون عصب الاقتصاد الإسرائيلي. هناك خسارة عسكرية، هناك خسارة اقتصادية، جزء منها هذه الانسحابات لتعويض هذه الخسارة الاقتصادية من قطاع غزة، وأيضا لتقليل الخسائر التي يعني يتكبدها الاحتلال الصهيوني، خاصة في ظل برضو ضغط الأمريكي على الانتقال إلى المرحلة الثالثة من هذا العدوان، وبرأي بزعمهم أن هذا لا يحتاج إلى كل هذه قطاعات الجيش وألوية الجيش، لكن الحقيقة الناصعة هي نتيجة تكبدهم لخسائر كبيرة في الأرواح وفي العداد. برأيك دكتور ياسين، هل حان وقت السؤال، سؤال حكومة بنيامين نتنياهو، عن مدى جدوى هذه العملية العسكرية برمتها، أم أن الأمور يعني من المبكر الحديث عنها؟ لا شك أن الأمر يتعلق بجانبين، الجانب الأول هو نتنياهو شخصيا، وهو الذي يخشى أنه إذا توقفت الحرب فهو سيخسر مستقبله السياسي. ثانيا ارتباطه بجماعات المعبد والصهيونية الدينية كموتريتش وبن جفير وغيرهم، وهم يشكلون له الغطاء. أيضا هؤلاء لا شك أن لهم يعني كتلتهم الانتخابية، ورأينا في الانتخابات الماضية كيف كان يعني هم طوق النجاة لنتنياهو وهو محكوم باتفاقيات معهم. طالما أن هذا نتنياهو لم يأمن مستقبله السياسي، وطالما أن هؤلاء لا زالوا يضغطون عليه رغم أن يعني عدد لبيد وجنت أعطوه سلم أو غطاء لبقائه في السلطة إذا وقع صفقة التبادل مع حركة المقاومة الإسلامية حماس وبقية قوى المقاومة، لكن الحقيقة الأمر لحد الآن غير واضح نتيجة ارتباط نتنياهو بهذه المجموعة، مجموعة الصهيونية الدينية. وشاهدنا إحنا بن جفير عندما دعا إلى مؤتمر في القدس، حضروا 15 واحد من 15 وزير من حكومة نتنياهو، هذا يعطينا كيف أن هذه الحكومة لا زالت يعني متمسكة بالحرب. والحقيقة أن حتى المجتمع الصهيوني مجتمع لا زال ضاغطا، هو لا يريد وقف إطلاق النار، لكن الضاغط عليهم هو الخسائر البشرية، يضاف لها عدم وجود أفق لتحرير الأسرى دون صفقة تبادل. لكن المستقبل إلى الآن، وإحنا شاهدنا نتنياهو بالأمس يقول بأننا لن نستسلم وأننا لازلنا نريد يعني تطبيق ما أو تحقيق الأهداف التي رفعناها، وضغط يعني الوزراء عليه للعودة إلى قطاع غزة وحكم قطاع غزة، لا زالت الأمور إلى الآن غامضة. طيب، وهذا هو المجتمع الصهيوني. طيب أستاذ طارق، يعني كما ذكر الدكتور ياسين، هناك تصريحات من بنيامين نتنياهو تؤكد استمرار الكيان بهذا العدوان، وأيضا عفوا السؤال هنا للأستاذ طارق، هذه التأكيدات من قبل بنيامين نتنياهو باستمرار عدوانه على قطاع غزة، وهذه المطالبات من بن غفير وغيرها باقتحام قطاع غزة، كيف تستوي هذه التصريحات مع هذه الانسحابات الأخيرة من القطاع برأيك؟ محكوم بعدة عوامل. أولا كما قال ضيفك الكريم، هو مستقبله هو السياسي، ونحن نعلم أن نتنياهو إذا لم يفوز في الانتخابات القادمة سوف يكون مصيره السياسي. هذه ناحية. الناحية الثانية بجمع السؤال، ما هي الجدوى من الاستمرار في هذه الحرب؟ هل هو قادر على إنهاء المقاومة الفلسطينية في غزة؟ هل هو قادر على وضع حل نهائي لمشكلة غزة التي تشكل شوكة في خاصرة إسرائيل وبذرة لانتهائها؟ وهذه العملية بالطريقة التي تمت بها أكدت العالم أجمع أن إسرائيل كيان هش سهل القضاء عليه، ومستقبله في هذه المنطقة غير مضمون على الإطلاق، وبالتالي هو مضطر للإجابة على هذا السؤال، هو ما هي الجدوى؟ هل هو قادر على إبادة الشعب الفلسطيني المتواجد في غزة، أو قادر على تهجير
كافة أهالينا المتواجدين في غزة أو قادر على السيطرة عليهم بشكل كامل، ونزع سلاحهم وخضاعهم لعملية سلمية يكونوا فيها مجردين بالسلاح ولا يشكلون خطرا عليه، وأيضا هو مضطر للإجابة، مضطر للتعاون مع هؤلاء المجرمين الذين يطالبون بإبادة الشعب الفلسطيني، وأيضا هو مضطر للتجاوب مع أهالي الأسرى الذين يطالبون إنهاء هذه الحالة وتحرير أسرى. هناك تناقضات في المجتمع الإسرائيلي، هذه الانسحابات هي ما بين أنا قد حققت نتيجة وأنسحب، وأنا مستمر في حقيقة في بالكم العملياتي العسكري بالقذائف والعتاد، يعني أن تعويض ما بين التخفيف عدد الأفراد، وبالتالي سوف يكون هناك زيادة في كمية الزخائر التي سوف يستخدمها على قطاع غزة، وهذا يخضع طبعا للتطورات العملية السلمية أو المباحثات التي ستحدث لاحقا والمبادرات، وهذا ما سيقرره هذا الأمر. نتنياهو الآن هو يريد المخرج بأي طريقة، يريد إرضاء الجميع، وهو غير إرضاء قادر على إرضاء أحد على الإطلاق، وبالتالي الآن هو في مأزق ويحتاج إلى من ينقذه منه. وأظن الإنقاذ من هذا المأزق هو بتدخل دولي وإجبار إسرائيل، تدخل دولي طبعا سياسي، إجبار وإصدار قرار بوقف الحرب على غزة وتنفيذ هذا القرار. طبعا صدر هذا القرار عن محكمة العدل الدولية ولكن يحتاج إلى تنفيذ التزام، وبالتالي إجبار نتنياهو على الالتزام بهذا القرار، ومن ثم تحرير الأسرى، ومن ثم إيجاد حل نهائي وعادل للقضية الفلسطينية يكون قابل للاستمرار والحياة لفترة طويلة من الزمن. نعم دكتور ماجد، أيضا يعني أسألك، كثر الحديث عن وجود اتفاق لتبادل الأسرى، برأيك ما شكل هذه الصفقة إذا ما تمت، هذا الاتفاق؟ هذا الاتفاق تم بضغط أمريكي أوروبي مباشر على حكومة العدو الإسرائيلي، وتهديد الحكومة المضطرفة الحالية بأنها ستلجأ، أن الولايات المتحدة ستلجأ إلى نسفها من خلال الكتل النيابية المحسوبة عليها من علمانيين ويساريين وقوميين آخرين، في مثل غانس، إيزنكوف، لابيد وجماعته من اليسار. وبالتالي حضرت إسرائيل المؤتمر الرباعي في باريس ووافقت على ذلك، والآن هي عملية إخراجية من أجل تلميع صورة وقف إطلاق النار أمام بعض القوى المتطرفة. هذا من ناحية. من ناحية ثانية الواقع خلال ساعات سيكون هناك رد قيادة حماس، وسوف تتنازل قيادة حماس عن بند الانسحاب الكامل. أولا سيكون هناك انسحاب من عمق مدن قطاع غزة، خان يونس، غزة إلى الخارج، ومن ثم بعد هذه الهدنة الطويلة سيتلوها هدنة أخرى يتم على أثر الأولى عملية إطلاق سراح النساء وكبار السن والأطفال وأصحاب الجنسيات الأخرى من الأسرى لدى حماس، ومن ثم سيؤدي ذلك تلقائيا إلى أن تقوم حكومة وحدة وطنية من غير هؤلاء الذين قدموا من مزابل قعر التاريخ الأوهام. طيب اسمحوا لي ضيوفنا الأكارم ومشاهدينا الكرام أن نخرج ونتابع هذه المادة ثم نعود إليكم. We'll be right back.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذه التغطية. إذن أعود لضيوفنا الأكارم الأستاذ طارق. يعني أسألك أستاذ طارق عن التخوفات والمحاذير الموجودة لربما في هذا الاتفاق الذي يجري الحديث عنه لوقف إطلاق النار. هل هناك يعني كما يقال الشيطان يكمن في التفاصيل، هل هناك تخوفات معينة في هذا الاتفاق؟ والله بصراحة شديد أن لدي مخاوف كثيرة منذ أن انطلقت هذه الصعيد السياسي. هناك مخاوف ربما مخاوف ونتائج إيجابية أكثر من في الأردن. هناك مخاوف هذه الأعمال التي تمت في 17 يعني هو كيان ونهش طيب أستاذ طارق، يعني يبدو أن هناك تقطع في الصوت فلا يتسنى لنا فهم ما تتحدث به كثيرا. سوف يعني ريثما يصلح الخطأ هذا سوف نذهب إلى الدكتور ياسين عبر الهاتف. دكتور ياسين، كنت أسأل عن التخوفات والمحاذير التي لربما توجد في هذا الاتفاق الذي يجري الحديث عنه لوقف إطلاق النار، برأيك هل يوجد مثل هذه التخوفات؟ لا شك، أولا الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا هي التي يعني تحاول أن تنقذ نتنياهو من هذا الورطة التي هو فيها، ولذلك يعني المقاومة وضعت مجموعة من الشروط. أول هذه الشروط هو الانسحاب أو وقف إطلاق نار شامل، الانسحاب الإسرائيلي من كل قطاع غزة، فك الحصار عن 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 القطاع، وتبادل الأسرى. الآن الأمور غير واضحة حقيقة في الاتفاق، وليس هناك يعني فيه جمل فصاضة قد تفسر هكذا وقد تفسر هكذا، لكن أنا أعتقد أن المقاومة يعني واعية لهذا الأمر وعندها من الحكمة وعندها من ايضا لا زالت ورقه الاسرى بيدها، لا تريد ان تخسرها. والولايات المتحده اذا لم تكن هي الضامنه لهذا الامر مع مصر وقطر، انا اعتقد ان هناك تخوفات كبيره في هذا الجانب، لكن على الولايات المتحده وقطر ومصر ان تكون هي الضامنه لهذا الاتفاق. إذا لم تكن ضامنة طبعا هناك في تخوفات من هذا الأمر، وقوى المقاومة أنا أظن أنها واعية لهذا الأمر، وإلى الآن حركة حماس تدرس ما المقترح الذي قدم لها. وأنا أعتقد كما سمعنا أن رئيس المكتب السياسي الأستاذ إسماعيل هنية كما تشاور مع الإخوة في قطر سيذهب إلى مصر ويتشاور معهم، بناء على كل هذا سيكون رد المقاومة على هذا الأمر. لا زال هذا الأمر مقترحا ولم يحدث هناك اتفاق. الاتفاق يحدث عندما توافق المقاومة عليه وعندما تلتزم فيه حكومة الاحتلال مع الضمانات التي تقدم لقوى المقاومة. نعم دكتور ماجد، يعني هذا الاتفاق هل تبدو حكومة نتنياهو مرتاحة له أم لربما يسعى إلى يعني وضع معوقات لهذا الاتفاق؟ قبل يومين بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وعينة من عائلات الأسرى قال لهم بالحرف الواحد ولأول مرة سأوقع على صفقة تبادل الأسرى وإن تعرضت حكومتي إلى الانفلاش. هذا يعني أن الأمور في طريقها إلى النضج النهائي، وبالتالي حتى الولايات المتحدة الأمريكية القوة الدافعة الأولى والأعظم في هذه الاتفاقية أنها لن ترد على عملية التنف إلا إذا ضمنت أن ردها لن يؤثر على مجرى الاتفاق. هذا من جهة. من جهة ثانية، كل الاتفاقات التي هي تتميز بالحساسية الشديدة فيها الغموض والإبهام
كشرط أساسي لها. ولكن يعني بحديثك هذا دكتور ماجد وكأنما ربطت فعليا وبشكل مباشر الولايات المتحدة بين قصف قاعدتها في التنف وبين هذا الاتفاق. يا سلام، هذا مؤكد 100% أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تتحمل 5 توابيت عائدة إلى أمريكا. أنت تذكر أنه في نهاية الثمانينيات عندما سحل الصوماليون جنديا أمريكيا أزرق العينين في شوارع مقديشو، رونالد ريغان انسحب فورا، وبعد 3 ساعات من تدمير مقر المارينز في بيروت عام 83 والذي ذهب ضحيته 330 جندي وضابط مارينز، هرب ريغان بعد 3 ساعات. أمريكا لا تحتمل، لأن الرأي العام الأمريكي سيؤدي بالحزب الديمقراطي وبايدن إلى الهاوية. هذا أمر مهم جدا، ما يجري في البحر الأحمر وما يجري في جنوب لبنان وتشريد عشرات الآلاف من المستوطنين في أكثر من 70 مستوطنة في جنوب فلسطين وشمال فلسطين، وهؤلاء قوة ضاغطة كبرى لم يظهرها الإعلام العربي، لكن الإعلام العربي أظهر فقط عائلات ومناصري أهالي الأسرى بقطاع غزة، لأن مات منهم قتل منهم 40، وبالتالي الاتفاق سيجري وسترعاه الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت هي التي تمنع وقف إطلاق النار. الأمور أصبحت تمشي بالمقلوب الآن ولصالح الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية. نعم، إذن كنت ضيفنا عبر خدمة زوم من عمان المستشار السابق في الأمم المتحدة دكتور ماجد الزبيدي، وأشكرك جزيل الشكر، وأشكر أيضا ضيفي الذي كان معنا عبر سكايب من اسطنبول المحامي والباحث السياسي طارق حاج بكري، وأشكر أيضا ضيفي من بيروت الذي كان معنا عبر الهاتف الأمين العام لمؤسسة القدس الدولية دكتور ياسين حمود. أشكركم جميعا ضيوفنا الأكارم، وأشكركم مشاهدينا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. دمتم بخير، إلى اللقاء.